السلام عليكم ومرحبا بكم في الحلقه الاولى من برنامجكم قافله من دار لدار. والله الا فرحان بزاف 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 حيت عاود تلاقاو كل عام ونعاود نفرحوا عائله جداد ان شاء الله. وبغيت نشكركم بزاف على الوفاء ديالكم للبرنامج حيت فريمون تنشوف فيسبوك ولا الناس اللي كنتلاقى معاهم في الزنقه كيعجبهم يعني البرنامج بزاف، والحمد لله زعما نتمنى نكونوا ديما في حسن الظن ديالكم. احنا اليوم في مدينه قلميم باب الصحراء، مدينه جميله جدا 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 وناسها طريفين بزاف. استقبال استقبلونا به، بغيت نشكرهم بزاف على حسن الاستقبال، ناس دراوش بزاف. وحنا دابا كما عرفتوا هذا العام وقعت هذيك الفجعه ديال الفيضان، نتمنوا ما عمرها ما تعاود، ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى يرحم الناس ويوقف مع هاد الناس اللي محتاجين. حنا جينا اليوم لهذا الحي باش نفرحوا هاد الناس اللي تمسوا من المشكل ديال الفيضان ديال الواد. دونك غادي نفرحوا جوج عائلات اليوم ان شاء الله الا بغى الله. قانون المسابقه ساهل بزاف، هو خاصكم تكونوا كتفرجوا في ميدي ان تي في وتعرفوا كل شيء على ميدي ان تي في. دخلوا الانترنت قلبوا اسماء البرامج، اسماء ديال الناس اللي كيمثلوا، كل شيء عرفوه باش تربحوا، باش ما ندخلش عندكم وما نلقاكمش رابحين. دونك نخليكم، هضرت بزاف خليكم دابا مع لا كابسول الاولى على مدينه قلميم. ضحكنا شويه مع الناس، فوجنا معاهم، ورجعوا باش نشوفوا الفائز الاول ولا العائله الاولى. جغيف صغرت يا الحاج واحد المثل المغربي وحاول تكمله. اللي مجال اللي مجال ما شافش اللي مجال ما عرف حتى حاجه. لا ايوا صحيح هادي قلتها ماشي مشكل، برجع حاجه لا ماشي هذيك ماشي مشكل، شي حاجه كلمه ما بغيتش تقولها للناس اللي كيتفرجوا في الدبل. الحمد لله تنبلغ لهم هذا رمضان وتنبلغ للشعب المغربي باش هذا رمضان الكريم ويكون بالصحه والعافيه، والله يدخل لنا بخير وعلى خير. عطيك واحد السؤال، واحد المثل المغربي وحاول تكمله. اللي ما جال ما عرف حق الرجال. حق الرجال هذه انت شي دك خاوي. شكرا. شنو كلمه بغيتي تقولها للمغاربه اللي كيتفرجوا في قناه ميديا انت؟ مبارك عواشركم، كل نهار ويجاز عليكم باش كما بغيتو تمنيتو. عيد مبارك سعيد. وفي العطاش ياك باش تقول حالك ياك وفي العطاش. تبارك الله عليك، الله يعاونك اخويا، تبارك الله عليك، الله يستر. نتمنى تكون عجبتكم لاكابسول الاولى على مدينه قلميم. قشبنا مع الناس، قلنا واحد المثل مغربي، ضحكنا معاهم، ناس طيبين بزاف كما شفتوا، غير ضاحكين ناشطين. دونك نتمنى تكون كتعجبكم. بغيت نشكر مهدي بودخيلي اللي كياخذ لي زيماج ديال المدينه، والكيب ديالي مازال نقدمها لكم ان شاء الله. حنا واقفين حدا الدار الاولى، اللهم يسر ولا تحسر يا ربي، لا تحشمنا النهار الاول، خصنا نربحوا الناس. يلا سيدي بسم الله. لا يحشمنا، سخفت انا ما كندير رياضه حتى رمضان، خصك تعرف واحد القضيه. بزاف الناس يقول يا اخي هذا تيمش مفوه غلط اسيدي رزقي. وي السلام عليكم. السلام عليكم، نقدر ندخل نشوف التلفازه مع قناه ميدي ان تي في؟ بسم الله توكل على الله. زيد اسيدي مهدي. السلام عليكم. زيد اسيدي، زيد 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 هاد التلفازه. الله اكبر، ضربتي الكاميرا وشاريها انا بالثمن. صافي التلفازه كاينه، طفي التلفازه. اجي اجي بنتي. حجه كديره لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ كلشي مزيان؟ تسمك الله الحجه؟ الزهره. الزهره لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. عمرك مشيتي عرفتي علاش نجيو بعدا؟ دابا باقي داخل. لا ما عرفاش. يلا نعطيك واحد السؤال والبنات اللي معاك، واحد المسلسل كيدوز مورا الفطور في قناه ميدي ان تي في، شنو سميتو؟ مورا 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 هادشي اللي كنديرو دابا. سربيو ما عرفتيش؟ فكرو ما عرفتوش؟ ما عرفتوش. اسمحوا لي بزاف، غادي نمشي لدار اخرى، ما عندي ما ندير. زيد اسيدي، زيد اسيدي، عندك الحيط، نشوفوا الدار اللي حداها. اجي 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 اجي. جيم با. السلام عليكم. السلام عليكم حاجه، معك ميدي ان تي في، نقدروا ندخلوا نشوفوا التلفازه؟ ماشي ياك الله يحفظك. ما دايرهاش ميدي ان تي في باش شوف، بغيتي تشوف توري؟ ماشي المهم ما دايرهاش ميدي ان تي في.
شنو ما عليك الماضي اش درت لك يا صاحبي؟ المهم مالوغوزمون ما فيناش دابا. غادي نخليكم على كابسول ثانيه. تي عصبني هادشي حتى المرض. نخليكم على كابسول ثانيه وغادي نبدلوا السيكتور اخر ان شاء الله. غادي نمشيو الدور الدرب الاول باش تشوفوا على الله لقاو شي فائز. خاصكم تتبعوا معنا الله يجازيكم بخير. بغينا نربحوكم. يلا زغرتي الحاجه جاهف. نعطيك واحد المثال. زواج ليلى كملوا انت. زواج ليلى زواج ليلى زواج ليلى تدبيرو في الجنة. مجوجته ولا مجوج؟ مجوج اه. عندي مسكين الله يصبرك. ماشي مشكل ان شاء الله غادي كلشي غيدوز مزيان. قولي لي شو سميتو؟ عمران. عمران الله يخلي لك. عمران عمران الله يخلي لك اخويا. وشي كلمة بغيتي تقولها للناس اللي كيتفرجوا في المغاربة بصفة عامة ولا شي واحد كيتسالك شي حاجة؟ ها هو قولها لي. يعطيك كيتسالني شي حاجة يسمح لي يا رمضان هذا العواش هذا راك عارف ما غنرجعش ليه. المهم شي بيزنس كبير غادي نرجعو داك الشيء ما درناش. راه لا اله الا الله. انا نعطيك واحد المثال واش تعرف تكملو. زواج ليلة تدبيرو عندك مزاج يبغي تبغي تزوج ياك. انت شوف نقول لك واحد القضيه على الزواج نجي نوريك. ما تزوجش بكري وبشويه عليك الواحد يصبر فهمتيني. الصبر ما تسيرش عندي واحد 18 عام 14 عام صافي. كنعطيك واحد المثل مغربي وانت غتحاول تكملو داكوغ. الزواج ليله تدبيرو عام. تدبيرو عام. هذه هديه ديالك مهدات من طرف ميدي ان تي في بصحه وراحه. شكرا. ندوق بسم الله. ندوق دابا نيت. لا خليها حتى ندوق انا وياك. طلع معايا الطاكسي باش ندوقوا. نجينا شي جوج. اه باش كنا بجوج. الله يحفظك. وقول شي كلمه بغيتي تقول للناس اللي كيتفرجوا قناه ميدي. رمضان مبارك سعيد علينا كاملين وعلى جميع المغاربه والمسلمين. السلام عليكم ومرحبا بكم في الفقرة الثانية من برنامجكم. احنا مازال في مدينة كلميم في حي القصبة بالضبط. وبقى في الحال الفقرة الأولى ما ربح حتى واحد ولكن الله يخليكم. خاصكم فريمون تتبعوا البرامج وتعرفوا الأسماء البرامج باش تقدروا تربحوا. أنا راه بغيت كل شيء يربح صراحة. تنمرض مني ما كيربح حتى واحد. ندقوا شوفوا هذا البيت هذا إن شاء الله إلا شي واحد. نسيت ما نوريكمش التيشيرت اللي كاتب فيه مبروك رمضان واخا معطل شويه. وغندير واحد القضيه في لاباج ديال ميدي ان تي في. دخلوا غادي تكتب لكم واحد لو بوست. شنو بغيتو نكتبوا في التيشيرت ديالهم. كتبوا شنو بغيتو تشوفوا في التيشيرت ديالي. واللي دار شي حاجه زوينه ونقيه غادي نكتب سميتو لتحت وداك الشيء. كاين شي واحد هنا؟ السلام عليكم الحاج. لاباس لاباس كلشي بخير ياك؟ ما ديرونجي كلشي مزيان. عندك تلفازه؟ ندخلوا نشوفوها ولا بعيده؟ كاينه التلفازه. كاينه نقدروا ندخلوا نشوفوها؟ شوفها يلا هي نشوفها وصافي ما تخافيش. يلا اجي مهدي. السلام عليكم. زيد مهدي زيد 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 زيد. ما دايرينش ميدي انت في. ماشي مشكل ماشي مشكل. يلا يلا نخرجوا دغيا نمشيو. سربي 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 انا رجع انا رجع. سربي مهدي شوف الدار اون فاس. السلام عليكم. ما خاش عندي الوقت بزاف. كاينه التلفازه كاينه. زيد 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 مهدي زيد 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 مهدي. ها هي ها هي ميدي ان تي في. اجي اختي شنو هو المسلسل اللي كيدوز مورا اللي كيدوز مورا الفطور على قناه ميدي ان تي في؟ الحياه سعيده. الحياه سعيده. انا سلبي انا هاني قالك هاكي والحمد لله الحمد لله. سمك الله اختي فاطمه. لمن غتعطي العمره؟ الوالده. الوالده فينا هي؟ الوالده فينا هي؟ اجي الوالده. السلام عليكم. كي دايره؟ لاباس الله يتقبل. هذه هديه هاكي لله. هذه هديه باش تعيط للدار ان شاء الله. مهداتك من طرف ميديتال واخا بد. شكرا لكم. الله يسهل عليكم والله يعطيكم ما بغيتوا في خالكم. وان شاء الله غادي تمشيو ان شاء الله ودعوا معنا تما. الحمد لله هادشي اللي بغيت انا نوصل لهاد النقطه هذه. الله يخليكم لينا ونتمنوا. شكرا على الالتفات القيمه لكم. الله يحفظك. وقول لي ها انت مهدي ها انت ها انت ها انت. شكرا بزاف الحمد لله. بعد ربحنا ربحت مع العائله وحده. غدا غادي نمشيو ان شاء الله للمدينه تفراوت تفراوت ان شاء الله. غادي نشوف التمر شو الخير اللي عندنا في الصحراء. شوف شو الخير ما شاء الله. شوف التمر وريهم التمر ديال الصحراء. والله غدا غادي نكونوا ان شاء الله في تفراوت مع القافله كامله. المرضي تبارك الله عليك. يلا غدا ان شاء الله الله يخطيكم وما تنساوش راكم عزاز.